جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الكريم: معلوم أننا قد دخلنا في أيام العشر من ذي الحجة، فهل من كلمة تبينون لنا فضلها وما ينبغي أن يكون عليه المسلم خلال هذه الأيام؟ هذه الأيام التي أيام العشر هي أيام فاضلة. قال جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يدل على عظيم شأنها، ثبت في صحيح البخاري، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وفضل الأعمال الصالحة فيها من الصيام والصدقة وسائر الأعمال التي تقرب بها إلى الله، لأنه مطلق، قال: ما من أيام العمل الصالح. فمن عمل الصالح الصيام، ومنه الصدقة، ومنه الأعمال الصالحة التي لا حد لها، يعني فعلها في هذه العشر والحرص على فعلها في العشر والحرص على صيام هذه الأيام العشر اللي هي التسع قبل يوم العيد، بل إن فيها يوم هو يعتبر خير الأيام، خير يوم يصام. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر ذي الحجة. وكان الجواب الذي يعني هو يعني ظاهر وجلي قول من قال: إن الليالي في عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة العشر، ليلة القدر، والأيام في عشر الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، لأن يوم عرفة في اليوم في النهار وليلة القدر في الليل، فكانت عشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، والأيام في عشر الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، يوم عرفة. فهذا الحديث الذي ذكرته هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبين لنا عظيم هذه الأيام، وأن الإنسان يحرص على أن يعني يكثر فيها من التكبير وذكر الله عز وجل، ويكثر فيها من الإحسان والصدقات، ويصوم فيها يعني إلا يوم عرفة، فإن الحجاج يعني الأولى في حقهم أن لا يصوموا بل يكونوا مفطرين كما ذكرت بذلك في الدرس. يقول: نويت أن لا أضحي ثم تصدق علي بأضحية، فهل أدخل في حكم النهي عن أخذ الشعر وغيره؟ نعم، يعني إذا دخلت العشر وأنت عندك أضحية سواء من مالك أو أحد أعطاك إياها يعني لتضحي، يعني أنك كنت غير قادر فأعطاك إنسان شاء تضحي بها، وأنت يعني تضحي بها في أيام في يوم العيد والأيام التي بعده، فأنت عليك أن تمسك في العشر من أخذ شعرك وأظفارك، يعني حتى تضحي تمسك، فيدخل في ذلك إذا كنت يعني لم ترد لأنك غير قادر، ولكنك أعطيت شاة أو أعطيت نقودا وأردت أن تشتري بها أضحية وتضحي، فأنت عندما تمتنع بعد دخول العشر من تعاطي هذه الأشياء التي جاء النهي عنها في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. يقول: ما حكم الاحتجام بالنسبة لمن أراد أن يضحي؟ في هل له فعل ذلك في هذه العشر أم يدخل في النهي ولا بشرته؟ والله إن كان مضطرا إليه له أن يأتي به، وإن فعله بالليل يعني يصير الأمر يعني في ذلك واضح، لكن هذا الحق من يصمه. الحاصل أن هذا السؤال في الحجامة إذا كان المقصود بفعل دخول العشر وأن الإنسان سيضحي وهو يصوم العشر أو يصوم التسع، فإن الذي ينبغي أن يكون حجمته في الليل، وإن حجم في النهار لا بأس بذلك. وأما كونه يأخذ شيئا من شعر رأسه
من أجل الحجامة فإن ذلك لا يؤثر بالنسبة لل لأن بالنسبة ليضحي ليس عليه كفارة وإنما يستغفر الله عز وجل. من حصل منه ذلك متعمدا لغير حاجة يستغفر الله عز وجل. وأما إذا كان لحاجة مثل هذا الذي احتاج إلى أن يحجم في النهار فإنه لا بأس بذلك ولو أخذ شيئا من الشعر. أما إذا كان محرما فإن المحرم لا يأخذ الشعر، لا يأخذ شيئا من شعره، لكن إذا احتاج إليه فهو محرم فله أن يفعل ذلك، لكن عليه الفدية ويتخير بين أمور ثلاثة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة لما يعني آذاه هوام رأسه. فإذا كان حجامة في الرأس واحتاج إلى أن يأخذ شعر فإن عليه الفدية وهي التخير بين أمور ثلاثة، وإن كانت الحجامة في شيء آخر ليس فيه شعر فإن هذه لا بأس بها وليس فيها فدية وليس فيها كفارة، وإنما كفارة فيما أخذ إذا كان في الرأس وأخذ شيئا من الشعر بسبب ذلك فإن عليه الكفارة التي هي التخير بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكل من أضحيته الكبد؟ لا أدري لا أعرف. هل يجوز أخذ بعض من شعر الرأس وليس كله عند التقصير أو الحلق؟ التقصير والحلق سواء، إما أن يأخذه كله حلقا أو يأخذه كله تقصيرا. يقول إذا اجتمعت العقيقة مع أضحية العيد فأيهما يقدم مع العلم بأني لا أستطيع أن أفعلهما في نفس الوقت؟ لا، ما يمكن الإنسان يجمع بين الحقيقة والأضحية. الحقيقة حقيقة والأضحية أضحية، الحقيقة حقيقة والأضحية أضحية. فإذا كان مقصود من ذلك أنه وافق أن اليوم السابع الذي يعق فيه يعني يوم العيد فيعني كل منهما يعني يأكل من هذا ويأكل من هذا، أقول يأكل من هذا، والأكل يعني ليس بلازم، الأكل ليس بلازم لا في الحقيقة ولا في الأضحية. هل يمكن للحاج تأخير الفدية عن أي خطأ بدر منه حتى الرجوع إلى بلده؟ إذا كان قادرا ليس له ذلك، وإنما يأتي بها لأنها تكون بمكة لا تكون في غير مكة، فإذا كان قادرا لا يؤخرها، وإن كان غير قادر فيرسل بعد ذلك لأحد في مكة ينوب منابه في ذبح هذه الفدية وتوزيعها على فقراء الحرم. هل يلزم الحاج المتمتع أضحية في بلده علما بأن زوجته معه؟ الأضحية ليست بلازمة وإنما هي سنة مؤكدة، فإذا كان له أولاد وله ناس يعني في البلد يضحي ويعطيهم إياها هذا شيء طيب. تقول اندونوسي عامل ساكن في مكة لمدة سنتين فحج، هل عليه هدي إذا تمتع؟ لا ليس عليه، يعني ما دام ساكن لسنتين ليس عليه هدي. أيهما أفضل لي، الحج عن زوجي خالتي المتوفى الذي لم يحج أم أحج عن نفسي حج نافلة المرة الرابعة؟ الأولى أن تحج عن نفسك، الأولى الإنسان أن يحج عن نفسه. من أين يحرم الحجاج الذين جاءوا من نيجيريا الذين نزلوا في جدة؟ الذين يأتون إلى جدة يعني إذا كان مجيئهم أقرب إلى رابغ يحرمون إذا حالوا رابغ، وإذا كان أقرب إلى يلملم اللي هم ميقات أهل اليمن يحرمون إذا حالوا. هل يلزم في الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله أن تكون متتابعة؟ لا يلزم، يمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة. حاج لم يصل مكة إلا يوم عرفة فوقف بعرفة ثم مات، فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟ طبعا لا يحج عنه لأنه يكفن في ثيابه، ومثل ما جاء قصة الذي وقصة ناقته وقال يعني أنهم يعني يكفنون في ثوبه وأنه يبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة ملبيا، وما أمرهم بأن يقضوا عنه أو يعني يحج عنه.
فدل ذلك على أنه يعني كما قال يبعث يوم القيامة منبيا. يقول رجل أخر طواف الإفاضة 3 أيام، حينئذ ستخرج عن 70 يوما التي ذكرتم بأنها تكون في الحج. نحن قلنا أن هناك أعمال تفعل في تابعة للحج ولكنها لا تفعل في 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 أشهر الحج. عندك طائرة من الجمار، وعندك المبيت في منى، وفيه يعني وكذلك الطواف يعني والسعي يعني تكون في يوم العيد والأيام اللي بعده. فيعني المقصود يعني في الذي يفعل في أشهر الحج الدخول فيه، وأما كونه يدخل فيه ويقف بعرفة ومزدلفة ثم يكمل هذا ما في بأس، لأن هذه الممنوع هو الإحرام، كون يدخل في النسك بعد 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 فجر يوم العيد. رجل اللي هو نسك الحج. نعم. رجل اعتمر وثم جاءه المرض ولم يتم عمرته، فخلع ثياب الإحرام وجامع زوجته، وله إلى الآن 10 سنوات لم يشترط حين ذاك. أعيد السؤال. رجل جاء للعمرة ثم جاءه المرض لم يتم العمرة، خلع ثياب الإحرام، رجع إلى بلده وجامع زوجته، له الآن 10 سنوات من هذه العمرة، وهل اعتمر بعدها؟ إذا كان اعتمر بعدها فهي تقوم مقامها، ولكن أن يكونه يعني جامع يعني قبل أن ينهي العمرة فإن عليه شاة يذبحها بمكة ويجعلها فقراء الحرم. من أحرم بالحج قبل أشهره هل ينقلب إحرامه إلى عمرة؟ نعم، يحوله إلى عمرة، يحوله إلى عمرة. يقول علي دين لشخص ولكنه سامحني وقال لي تصدق به متى شئت، فهل يصح لي الحج قبل التصدق به؟ نعم يصح، ما دام أنه يعني وكل الأمر إليك أنك إذا أغناك الله تصدق به، وأنه لا يطالبك به وإنما يأمرك أن تصدق به، فأنت تصدق به إذا أمكنك، وإن حجيت لا بأس بذلك، لأن هذا ليس يعني مطالبا به، هذا ليس مطالبا به هذا الدين، وإنما جعل الأمر إليك، متى أيسرت فإنك تصدق به، ولو تصدق به عليه وأسقطه عنه لكان خيرا له. أحسن الله إليك. عدد من الأسئلة تبين أن في دولهم قررت الحكومة أن الغد هو 1 ذي الحجة، فكيف يفعلون يقولون في قضية العيد ويوم عرفة؟ أما بالنسبة للحج معروف أن يوم عرفة هو اليوم اللي يقف فيه الناس في عرفة، هذا هو يوم عرفة الذي يقف فيه الناس في عرفة، ما يكون يوم عرفة يوم لا يقف الناس فيه، لا يكون يوما لا يقف الناس فيه. وأنا قلت يعني بالأمس أن ما يتعلق بالحج ما ينبغي أن يعني يعمل شيء خلاف ما عليه البلد الذي فيه الحج والذي فيه الناس يقفون بعرفة باليوم التاسع على حسب رؤية الهلال. وأما بالنسبة للأعمال الأخرى التي رمضان فهذا يرجع إلى العلماء، إن أرادوا أن يستقلوا برؤيتهم لهم ذلك، وإن أرادوا أن يتابعوا غيرهم لهم ذلك. يقول هل تجمع الجمار كلها التي يرميها الحاج من مزدلفة يمكن أو يكفي؟ يمكن أن تجمع مزدلفة كلها لا بأس، يمكن، وإن جمع يعني في كل يوم ما يخصه ما في بأس. يقول سوف أحج متمتع وعندي أضحية في مصر، فهل تجزي عن الهدي؟ لا، الأضحية أضحية والهدي هدي، الأضحية تكون في البلد والهدي يكون بمكة. هذا سؤال جميل، يقول هل الاستلقاء بمزدلفة يكفي عن المبيت؟ الاستلقاء؟ ايه يستلقي؟ لابد يبيت، فهم المبيت؟ لا لا، لابد يستلقي، ليس بلازم انه ينام، لان النوم ليس بيد الانسان، فهو يعني المهم ان يكون موجودا، واذا كان وهو معلوم لا شك الإنسان يعني ينبغي أن يضطجع حتى يعني يبحث عن النوم،
أقول ينبغي له، لكن ما يقال إن 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 الإنسان لازم يكون نايم، لا أبدا، يمكن ما يجيه النوم. يقول ما معنى الإفاضة التي ذكرها الله في قوله ثم أفيضوا؟ أفيضوا يعني انتقلوا من يعني بعد بقائكم بعرفة أفيضوا منها، لأنها هي الإفاضة التي تكون للناس غير قريش الذين يقفون عند مزدلفة ولا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، بل يعني النسك الذي جاء به إبراهيم أن الوقوف يكون بعرفة وهي خارج الحرم. يقول حج قبل بضع سنين وفي الطواف أحس بسائل على فخذه ثم تبين له بعد ذلك أنه مذي، فليجزئه الطواف ذلك أو ماذا يفعل؟ إن كان صاحب سلع لا هو يقول خرج ليتوضأ فتبين له بأنه مذي، تبين له بأنه مذي. على كل إذا كان أنه يعني متحقق أن فيه عليه نجاسة أو أن فيه نجاسة، إن كان مذي فقد بطل وضوءه، وإن كان هي هذه هذا الذي على 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 ثوبه وعلى جسده هذا شيء يمكن سابق، فإن وجود النجاسة على بدن الإنسان أو على ثوب الإنسان ما تؤثر ولا، فلو أن الإنسان صلى في ثوب نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ما يضره، لكن إذا صلى وهو محدث فإن ذلك يضره، وأن عليه أن يتوضأ. فإذا كان هذا متحقق بأنه ظهر منه في حال طوافه فإنه يكون نقض الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. يقول ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ الأصل أن الطواف هو الأول، الأصل هو أن الطواف هو الأول وأن السعي يكون بعده، لكن من فعل ذلك يعني ناسيا يعني لا يؤثر، لا بأس بذلك. امرأة حجت قبل سنين ولم تطف طواف الإفاضة والآن هي عاجزة أن ترجع، فما العمل؟ أعيد السؤال. امرأة حجت قبل سنين ولم تطف طواف الإفاضة وهي الآن عاجزة. طواف الإفاضة ركن من أركان وحج، ولا حج طواف الإفاضة ركن أركان الحج ولا يتم الحج إلا به. فإذا كانت يعني تستطيع أنها يعني تنتقل يعني وتأتي به فعليها أن تفعل ذلك، وإن لم يعني تستطع فيمكن أن ينابى عنها فيه، يعني إذا كانت غير قادرة يمكن أن ينابى عنها فيه. يقول بأن العلماء ذكروا بأن العمرة واجبة في حياة المسلم، فهل عمرة التمتع تجزئ؟ اي نعم، لأن عمرة التمتع حتى عمرة القران، عمرة التمتع عمرة القران مجزئة، ما هو لازم يكون يأتي بها في صفر ولا في رجب، ولا يأتي بها في أي من السنة سواء كانت مقرونة مع الحج أو منفصلة عن الحج وهي في أشهر الحج اللي هو التمتع. حتى القران لو كانت مقرونة مع الحج تجزي، تعتبر حجة واعتمر. يسأل عن وقت ذبح الهدي، هل يشترط فيه أن يكون بعد صلاة العيد كالأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، أو يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد الهدي؟ لا أقول الذي يبدو أنها تذبح يعني مثل ما يذبح الأضحية. في الآية التي شرحتموها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هذه عطف جملة على جملة، يعني تلك يعني فيها أن إذا أفاضوا من عرفات تتعلق بمزدلفة وأن الناس يذكرون الله إذا أفاضوا، والجملة الثانية تفيد بأن الإفاضة التي يعني عليها الناس وهي أنهم يفيضون من عرفة
وأنها هي الحق وليست الإفاضة التي تكون من قريش الذين يصلون إلى مزدلفة ثم ينصرفون منها إلى مكة دون أن يصلوا إلى عرفات. يقول: هل العزيزية جزء من منى عند امتلاء منى بالناس فليجوز المبيت بها؟ لا، ليس جزء من منى، بينها وبينها جبل، أو بينها جبل طويل ممتد، يعني فليست العزيزية من منى، هي من مكة وليست من منى. يقول: امرأتي لا تعطيني حقي وتمتنع مني، فهل يجب علي إعطاء ما لها من حقوق كالنفقة وغيرها؟ أولا يعني الواجب على الزوجة أن تعطي الزوجة ما يستحقه، والواجب على الزوج أن يعطيها ما تستحقه، ولكنها إذا امتنعت فله أن يوقف عنها النفقة، أن يوقف عنها النفقة إذا كانت امتنعت من يعني من تمكينه من نفسها. يقول: ما هو القول في القول في الصدقة التي تحرم على آل البيت؟ يعني هي أبهرنا جميع الصدقات، يعني كل الصدقات ليس لهم أن يأخذ الصدقة. يقول: هل ترفع الأيدي؟ لكن يأخذون يعطون الهدية، ما هي بالصدقة، الهدية يهدى لها. هل ترفع اليدين في صلاة الجنازة وفي صلاة الاستسقاء؟ صلاة إيش؟ في صلاة الجنازة. أما صلاة الجنازة ترفع، يعني جاء ما يدل عليها من فعل ابن عمر ومن حديث أيضا يعني جاء في ذلك، وأما صلاة الاستسقاء والعيدين فما أعرف دليل يدل على رفع اليدين. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة الفطر لأبيها وأمها؟ لا، تعطيها غير أبيها وأمها، تعطيها الفقراء، ولا تعطيها لأبيها ولا لأمها. يقول: رجل يمتنع من الدعاء استحياء من ربه لأنه كثير رجل يمتنع من الدعاء استحياء من ربه لأنه كثير الذنوب. سبحان الله، يعني هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الشيطان أراد منه أنه يكثر الذنوب، وأراد منه أن لا يعني يلجأ إلى الله عز وجل، يعني أراد منه أن يجمع بين الأمرين وأن يبقى على يعني بلاه وأن يحصل له العذاب، فهو يريد أن يحول بينه وبين السلامة من هذه المعاصي التي هو يعني كان سببا فيها اللي هو الشيطان. هل يجوز إخراج الزكاة زكاة السلع من نفس الجنس؟ مثلا عنده ملابس يريد أن يزكيها يخرج من نفس الجنس؟ الأصل أنه يعطي يعني من القيمة، وإن أعطى من نفس الجنس لكونه يعني أعطاه الفقراء وأنه يعني ما عنده نقود ما في بأس. يقول: أحسن إليك، في بعض البلاد يلزم رئيس أو المسؤول المجتمع بجمع صدقات شهرية لمساعدة المرضى، ومن تأخر عن دفع هذا الجزء المطلوب منه فإنه يزاد عليه 5%. هذا عمل باطل، وهذا إلزام الناس بشيء ليس بلازم، يعني يحثون على الصدقة والإحسان لكن ما يلزمون. يقول: ما حكم إعلان العزاء في المسجد وصفته انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان والعزاء في بيته عصر هذا اليوم؟ ما يصلح هذا ولا ينبغي، لكن كونه ينبه على أن توفي وأنه يصلى عليه وحتى يروحون الصلاة عليه هذا شيء طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الاطباع خاص بطواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع، فما بال طواف الإفاضة في يوم النحر؟ طواف الإفاضة لا يشرع فيه، لأنه معلوم أن الذي حصل هو
إنما كان في طواف القدوم أو في طواف العمرة. وأما طواف الإفاضة يمكن الناس يجون عليهم ثيابهم، لأن الناس إذا رموا الجمرة وحلقوا لبسوا ثيابهم وجاءوا يطوفون طواف عليهم ثيابهم، ما عليهم أرضية. يقول: أريد أن أحج ومعي زوجة، فهل يجب علينا الرمل؟ لا، ليس عليها رمل، وإنما تمشي معه بدون رمل. إذا انتقض الوضوء حال طواف الطواف فماذا يفعل؟ ينصرف ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. هل الطواف، لأن الطواف مثل الصلاة، لو أن إنسان أحدث في أثناء الصلاة وراح يتوضأ يأتي بها من الأول، وكذلك الطواف إذا أحدث فيه توضأ وأتى به من الأول. يقول: هل الطواف في الطابق العلوي في الأجر مثل الأول، علما بأنه في العلوي لا يستطيع أن يقبل الحجر؟ ما كما هو معلوم الطواف صحيح، ولكن لا شك أن كلما قرب من الكعبة يعني كان أولى، ولكن من حيث النسائق وأنه جائز فكل ذلك طواف صحيح ومشروع، كلما كان داخل المسجد هو مشروع، وإنما الذي لا يجوز أن يكون خارج المسجد، لا يصح الطواف من خارج المسجد، وأما ما كان من داخله فإنه يصح، وكلما قرب الإنسان من الكعبة لا شك أن هذا أولى. حكم لبس الإحرام في المدينة على أن تكون النية من ذي الحليفة، هذا هو المشروع، أن الإنسان يتهيأ وهو في منزله يغتسل ويتنظف ويلبس إزارة ورداء، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي، هذه السنة. يقول: شخص يتعبه البقاء في الإحرام كثيرا وهو متمتع، فهل يجوز له أن يلبسه عصر عرفة؟ إيش السؤال؟ شخص يتعبه البقاء في الإحرام كثيرا وهو متمتع، فهل يجوز له أن يلبس الإحرام عصر عرفة؟ المشروع للإنسان أنه يحرم يوم 8، إذا كان الحاج يحرم بالحج يوم 8، السنة في حق المتمتع أنه يحرم يوم 8 قبل صلاة الظهر، وكون الإنسان يعني يصعب عليه أو يشق عليه أن يبقى في الإحرام، يعني قد يشق عليه، يمكن إذا شده شدا يعني يصير كالمقيد فيصير أسفله يعني مشدود عليه، لكن إذا جعله واسع أن يتحرك بسهولة ويقوم بسهولة ويجلس بسهولة هذا لا يؤثر عليه، يمكن يؤثر عليه إذا شده شدا بحيث يكون أسفل مثل أعلى يصير يعني كالمقيد، لكن إذا شده من فوق خلاه واسع من تحت يعني يقوم ويتحرك ويذهب ويأتي ويجلس يكون ما يجد مشقة. يقول: شخص حج قارنا لكنه لم يدفع نقود الهدي إلا بعد الحج، فما الحكم؟ ما أدري إيش معنى بعد الحج، يعني في أيام التشريق ما في بس، أقول لا بس إذا دفع في أيام التشريق ما في بس، المهم أن يذبح الهدي في أيام الذبح التي هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس. يقول: هل يجوز أن يسأل الإنسان أو يسأل غيره أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ذلك عنه، قال الجاري أين الله؟ فأشار في السماء وقال في السماء، يعني فهذا من عقيدة المسلمين، الله فوق العرش مباين للخلق، ليس حالا في المخلوقات والمخلوقات حالة به، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق عرشه والمخلوقات كلها يعني دونه، وهو يعني الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية واستدل على أنها مؤمنة بأن قالت أنه في السماء. يقول: ما حكم إشغال الناس بالتبديع وقول من لا يبدع فهو مبتدع؟ من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع. يشتغل الإنسان بما يعود عليه بالخير ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ولا يشغل نفسه بالتبديع على غير حق وعلى غير هدى، وإنما يرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه ويعرف ما هو بدعة وما ليس بدعة،
ويأخذ بكلام أهل العلم الذين يفيدونه ويبصرونه. يقول حفظك الله: هل يشرع الإشارة عند نهاية الشوط السابع؟ نعم، عند نهاية الشوط السابع يفعل مثل ما يفعل عند الشوط الأول، فتكون الإشارات ثمان، لأنه في الأول وفي الآخر. وكذلك بالنسبة للمروة فإنه يدعو يعني في جميع الأحوال، يعني يكون الدعاء ثمان مرات، يعني في البداية والنهاية، كل ذلك سائر. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده ينوي الإفاضة ويسافر بعده، فيعني يكون يعني حصل منه الفرض وحصل منه الواجب الذي هو طواف الوداع. هل الوقوف بجبل الرحمة سنة؟ بدعة، ليس بسنة، هذا ليس من السنن، يعني يكون الناس يرقون يروحون للجبل يصعدون، هذا ما فعل الرسول ولا فعله الصحابة. يعني الإنسان يجلس في أي مكان ويستقبل القبلة ويدعو، أما يشغل نفسه بالصعود والنزول هذا من تكليف النفس من على غير أساس وعلى غير بينة. يقول: ما حكم الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ النافلة صحيح يجوز، لأن من صلى داخل الحجر كأنه صلى في داخل الكعبة، من صلى في داخل الحجر كأنه صلى في داخل الكعبة. هل ترفع الأيدي كهيئة التكبير في الصلاة عند البدء في الدعاء على الصفا والمروة عندما يقول الله أكبر الله أكبر؟ يرفع يديه، يرفع هيئة يديه المصلي، يرفع يديه من يعني وهو يذكر الله عز وجل ويدعو كله، يرفع يديه، يرفع يديه، يعني ما يهمه يرفع يديه الله أكبر الله أكبر، وإنما يرفع يديه رفع الدعاء. يقول: من ذهب للحج مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع فكيف يطوف للقدوم؟ هل يكفي طواف الحج عن طواف القدوم؟ طبعا القدوم يعني هو عند القدوم، فإذا ما حصل القدوم إلا بعد الحج يطوف طواف الإفاضة. يقول: هل يجوز لمن عليه الهدي في الحج أن يصوم 10 أيام بدلا عن الهدي حتى ولو كان قادرا على الهدي؟ لا، ما يجوز، من كان قادر لا يجوز له، لأن الصيام بدلا عن الهدي، قال: فمن لم يجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني فقوله فمن لم يجد معنى ذلك أنه لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على الهدي. يقول: من فاته وقت الرمي ماذا عليه؟ إذا كان فاته وقت الرمي حتى خرج اليوم 13 فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. شخص وقف في عرفة وقبل الزوال تعب تعبا شديدا فأخذ إلى المستشفى ولم يخرج إلا في اليوم 15 من ذي الحجة، يعتبر وقف ما دام أنه حصل منه وقوف من بعد طلوع الفجر، يعني فإنه وقوف صحيح. وقال متى؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال تعب. من وقف قبل الزوال فوقوفه صحيح، لكن يعني ينبغي أن يعلم أن الإنسان يعني يكون وقوفه بعد الزوال، لكن إن حصل أنه لم يقف إلا قبل الزوال مثل صاحب السؤال فإنه وقوفه صحيح، لأنه داخل تحت حديث عروة بن مضرس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وكان وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، لأن ما قبل الزوال هو ساعة من النهار اللي هنا عرفة. يقول: شخص لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد أجله فطافه مع الوداع، فطاف طواف الوداع ولم يسعى وسافر إلى بلده. لم يسعى؟ نعم، يعني وقد سعى قبل مع طواف القدوم؟ ما ذكر ذلك. إذا كان الإنسان يعني قارن أو مفرد وسعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي، ما في طواف إفاضة، لكن إذا كان ما قدم مكة إلا بعد الحج أو لم يسعى مع القدوم فإن عليه سعي،
لأنه لا بد من السعي للحاج والمعتمر. لا بد من السعي للحاج والمعتمر. إيش السؤال؟ شوفون ما هو السؤال؟ طاف أجل طواف الإفاضة إلى يريد أن يجعله مع الوداع. له أن يؤجل ولكن ينوي الإفاضة ويخرج بعده ويغني عن الوداع ولو كان بعده سعي. ولو كان بعده سعي كالمتمتع الذي عليه طواف وسعي فإنه يعني السعي تابع للطواف ولا يضره أن يكون آخر أهل البيت. نعم. يقول الآن مع وقت الزحام هل يجوز المرأة يستحب لها أن تقبل الحجر الأسود؟ لا ما يستحب لها. يقول عملنا عمرة قبل أشهر وعند الشوط الرابع دخلنا الحجر وصلينا ركعتين ثم خرجنا من حيث دخلنا وأتممنا الأشواط فهل علينا شيء؟ ما كان ينبغي هذا، يعني ركعتين يصلونها بعد ما انتهوا من الطواف، لكن ما دام انهم يعني رجعوا وحصل منهم مواصلة الطواف وانهم ما خرجوا مع الباب الثاني الذي يكون مطاف يعني يعتبرون طافوا، يعني ما سقط عليهم شيء من الطواف، لكن فعلهم كونهم في اثناء الطواف يدخلون يصلون هذا غلط. الصلاة ما تكون بعد الفراغ من الطواف. متى يقطع الحاج التلبية؟ الحاج يقطع التلبية إذا فرغ من رمي جمرة العقبة. يقول هل لا بد في المزدلفة من المبيت أم يكفي حط الرحال؟ لا لا بد من المبيت ويجب، يجب المبيت، يعني حط الرحال يركض حصى ويمشي هذا غلط، وإنما ينزل يصلي المغرب والعشاء ويبيت وحتى يصبح، وإن كان ممن يرخص له يذهب في آخر الليل فالمبيت واجب. يقول السائل هل يكون إلصاق الصدر في الملتزم والتمسح به بعد الصلاة خلف المقام أو بعد الشرب من ماء زمزم؟ لا نعلم له وقتا معينا. يقول أريد أن أحج عن أمي فكيف أفعل؟ انوي عند الحرام أن الحج لأمك، انوي بقلبك أن الحج عند الحرام لأمك، وإن قلت لبيك عمرة لأمي أو لبيك حجا لأمي جالس. بعض المشرفين على الحملات يطوف مع الحجاج ويدعو ويؤمن خلفه ويدعون معه، ويكون في هذه الحالة يطوف وجهه للحجاج أي بظهره، هل يصح هذا الطواف؟ لا ما يصح إذا كان هذا فعله، وأنه يعني يجعل الكعبة عن يمينه ويمشي على وراه هذا مو طواف. الطواف أن يكون الكعبة عن يساره ويكون متجها يعني كما هو شأن الطائفين، أما أن يمشي على وراه ويجعل الكعبة عن يمينه فهذا ليس طواف. هل أما إذا كان يلتفت أحيانا كذا، أما يكون هذا شأنه هذا غير صحيح. هل الاطباع يكون للآفاقي والمكي أم للآفاقي فقط؟ للطباع يعني كما هو معلوم الذي يأتي يعني بالنسبة للآفاقيين صحيح، لأنها يعني أنهم جاءوا من الآفاق والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فعله في عمرة الجعرانة، وقد كان عليه السلام جاء من الطائف وأحرم من الجعرانة، فالذي يحرم كل من يحرم ويطوف طواف العمرة أول ما يعني يطوف يعني يستعمل هذا الطواف، هذه السنة اللي هي الطباعة. يقول هل أستطيع أن أشتري الهدي من الآن عن طريق دفع مبلغ الهدي؟ عن طريق دفع مبلغ الهدي إلى هذه الكشكات؟ يمكن، لأن هذه وكالة تعطي البنك الإسلامي الجهة التي حولتها الدولة، ما تعطي لكل أحد، ما تعطي قيمة الهدي لكل أحد، وأنا معطيها الجهة المعتبرة عند الدولة من الآن أو بعد الآن، كل ذلك سهل لأنك توكل يعني يذبح لك يوم العيد والأيام اللي بعده. يقول حججت العام الماضي طفت الإفاضة بنية الوداع، أو طفت نعم أخرت الإفاضة مع الوداع بنية الإفاضة،
ستة أشواط وإقيمة الصلاة، فصليت ثم أكملت الأشواط السبعة ثم سعيت ولم أخرج مباشرة لقرب صلاة العشاء، صليت ثم خرجت، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. ما حكم من لم يبت مزدلفة وتحرك آخر الليل قبل الفجر غادر إلى منى دون عذر؟ ما في بأس إن شاء الله. من طاف طواف الوداع ظنا منه أنه سيغادر مكة فتأخرت رحلته لأيام، هل يعيد طواف الوداع؟ أيهما أفضل للمرأة إذا حبست بسبب الحيض ولم تستطع البقاء، أن تشترط عند إحرامها أن محلها حيث حبست أم تطوف وهي حائض؟ بعض العلماء يقول أنها تشترط وأن ذلك ينفعها، لكن كونها تطوف وهي حائض ليس لها تطوف وهي حائض، وإنما عليها أن تنتظر حتى تطهر أو تذهب إذا كان الذهاب يعني والرجوع لا يشق عليها، فإنها يمكن أن تذهب وترجع إذا كان لم يمكن البقاء والانتظار حتى تطهر، يمكن أنها تذهب وترجع إذا كان المسافة قريبة أو كان الرجوع سهل وهي لا تستطيع الانتظار لها ذلك. يقول أمي عاجزة جئت بها للحج فكيف أعمل؟ يعني إذا كانت أنها تمشي أنت أحسن إليها وعاملها ويعني بر بها وقم بخدمتها، وإذا كانت ما تستطيع إلا بركوب يعني فأنت استعمل العربات هذه لي، يعني المهم أنك تخدمها وتعمل الشيء الذي فيه راحتها. يقول من أدى عمرة التمتع فهل له بعد ذلك أن يتطيب ويقص أظافره في أيام العشر من ذي الحجة؟ إذا انتهى الإنسان من العمرة ودخل يعني وطاف وسعى وقصر، إن كان سيضحي لا يأخذ شيئا من شعره، وإن كان ليس مضحيا فإن له أن يأخذ. هل يجوز لبس الحقيبة على الظهر حين الإحرام في الحج؟ يجوز. امرأة تمت إجراءات الحج لها وهي كبيرة في السن وتوفي زوجها فجأة، هل تسافر إلى الحج أم تبقى؟ فجأت إيش؟ لا وتوفي زوجها فجأة وهي قبل السفر؟ تمت إجراءات الحج لها هي كبيرة في السن توفي زوجها فجأة، هل تسافر إلى الحج أم عليها أن تعتد وتبقى في بيتها؟ لا تسافر وتبقى في العدة والإحداد، وإذا يسر الله لها الحج فيما بعد حج. يقول ما الدليل على تحريم تقليم الأظافر على المحرم؟ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره. يقول هذا أكثر من سؤال، وأنا ذكرت هذا في تبصير الناس. أكثر من سؤال حول أن بعض البلدان تجعل مثل الكعبة لتمرين وتدريب الحجاج قبل أن يأتوا. هذا غلط، هذا ناس ما يعني ما يعرفون اللي يصير قدامهم شيء يفعلون، يعني ما يتعلمون أمور دينهم بدون يعني هذا الفعل الذي لا ينبغي ولا يصلح، يجعلون كعبة يعني يطوفون بها. هذا أقول هذا من الغلط البين والخطأ الواضح، لا يسوق مثل هذا العمل. يقول جزاك الله خيرا، هل يبدأ التكبير من الليلة الأولى من عشر ذي الحجة؟ نعم، من حين غربت الشمس، من حين ثبت يعني دخول الشهر فإنه يبدأ التكبير. قال وهل يرفع الصوت به؟ يرفع الصوت به حتى ينبه الناس، يعني ينبه الناس والناس يذكرون الذي غافل يتنبه ويكبر. يقول وهل نكبر بعد الصلوات؟ لا يكبر بعد الصلوات، أقول لا يكبر بعد الصلوات إلا يعني في أيام التشريق. يا
يقول أحسن الله إليكم، نحن عندنا إذن من الدولة وترخيص بتشكيل هيئة أمر بالمعروف. إيش إيش؟ نحن عندنا إذن من الدولة أو ترخيص بتشكيل هيئة أمر بالمعروف. وهذه الهيئة يكون عندها فروع في المدن والمناطق، فهل يجوز لنا فتح فرع وما هي الضوابط؟ هذا شيء جيد إذا كان من الدولة، يعني قامت بهذا العمل وأذن بهذا العمل، فهذا من أحسن أعمال الدولة، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو يعني ميزة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا رخصت الدولة فهذه من علامة الخير لها، يعني أنها تمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول من صلى مطبعا هل تقبل صلاته؟ نعم تقبل صلاته، لأن ما دام أن كتف الآخر مغطى، لكن الذي ينبغي الإنسان عند الصلاة يكون على الكتفين، لكن حيث يكون يعني الكتف الثاني على شيء تصح صلاته. يقول بارك الله فيكم، أريد أن أرسل مالا للأضحية في بلدي للفقراء، وأنا مقيم هنا، وهذا لأن الأمور ميسورة هنا بكثرة الأضاحي، فهل يصح؟ يصح، يعني كونك تضحي عند أهلك وترسل يعني نقود عند أهلك، يعني أنهم يضحون ويأكلون ويطعمون الفقراء، هذا شيء جيد وهذا هو الذي ينبغي وهذا مستحب. يقول هل يجوز طلب الجنسية الأوروبية للمقيمين ببعض هذه الدول؟ ليس الإنسان أن يأخذ جنسية البلاد الكافرة إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، يعني بحيث يعني ما وجد في البلاد الإسلامية ما يحصل به ذلك، فإن الإنسان له يعني أن يعني يحصل الشيء الذي يتمكن فيه من الإقامة يعني في ذلك البلد. أما إذا كان في البلاد الإسلامية يمكنه ذلك فلا يسوغ له أن يعني يذهب إلى بلاد الكفر ويبقى فيها ويسعى إلى تحصيل الشيء الذي يمكنه من البقاء فيها. يقول هل المكوث بمسجد نمرة يعتبر أنه أدى الوقوف بعرفة؟ مسجد نمرة مقدمته ليس من عرفة ومؤخرته من عرفة، فالذي يصلي في مسجد نمرة إذا فرغ الصلاة يذهب إلى آخره أو يخرج إلى بره بحيث يكون خارج العلامات، والعلامات هي تكون يعني معروفة بجوار المسجد، ليس مقدمته ليست من عرفة ومؤخرته من عرفة. يقول هل مزدلفة من الحرم المكي؟ نعم مزدلفة من الحرم، ولهذا قال لها مشعر الحرام، المشعر الحرام، وأما عرفة مشعر حلال لأنها في الحل وليست في الحرم، وأما مزدلفة فهي من الحرم. ما حكم التعلق بأستار الكعبة للدعاء؟ لا يفعل، أقول لا يفعل ذلك، يعني يستقبل القبلة ويدعو ولا يتعلق. السؤال الثاني، ما حكم حلق اللحية في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الإجرامية والطائفية؟ لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، وإنما يجب عليه إعفاؤها، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة أي مخلوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا من تخويف الشيطان ومن تسويف الشيطان، أن الإنسان يعني يخذل ويقول أن افعل كذا حتى لا يحصل لك كذا. الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. هل يصح ويجوز للحامل أن تصوم رمضان وكذلك التطوع؟ إذا كان لا يضرها ولا يضر حملها ما في بأس. يقول أحسن الله إليك، أنا شخص مذنب ظلمت نفسي، ابتليت بالنظر إلى المقاطع المحرمة، فحلفت أن لا أعود إلى هذا العمل مرة أخرى، ثم عدت إليه مرة أخرى،
سؤالي كم كفارة تلزمني علما بأني حلفت أكثر من مرة وفي كل مرة أعود ولم أكفر؟ يعني ما أنت شجاع على نفسك والشيطان، يعني ما عندك شجاعة، يعني كونك تحلف على أنك تسلم من شر وتبعد عن شر ومع ذلك نفسك ما تطيب إلا أنك ترجع إليه، هذه علامة مي طيبة، وإنما عليك أن تكون شجاعا على نفسك الأمارة بالسوء على الشيطان، وأن تبتعد عن الشيء الذي يعود عليك بالمضرة. وإذا حلفت ولم تفي فإن كفارة اليمين يعني عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا يصوم يعني 3 أيام كما جاء ذلك يعني في القرآن. وإذا كان الحلف على شيء معين تكرر قبل هو شيء معين على محلوف بشيء واحد وقد تكرر وأنت لم تكفر عن الشيء السابق فيكفي كفارة واحدة، يعني إذا كان حلفت أنك ما تفعل شيء ثم حلفت أنك ما تفعل نفس الشيء ثم حلفت أنك ما تفعل نفس الشيء يكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت أنواع حلفت على نوع ثم على نوع كل واحد كل نوع له كفارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.